مساكم الله بالخير وكيف الحال، عساكم بخير. الحياة صارت معقدة هذه الأيام يا جماعة، فأنت محتاج دائما في حياتك إلى نوعيات معينة من البشر. يعني بعطيك مثال، أنت محتاج لشخص يكون فاهم في القانون عشان تقدر تستشيره بشكل مستمر، شخص ثاني يكون فاهم في السفر على أساس يوم تبغى تسافر تستشيره، حاد في السيارات بعد، شخص في السيارات، في كل مناحي الحياة. ومن أشياء المهمة في هذا الوقت اللي هي الاستثمار، وأقوى استثمار اللي هو في العقار. أنا ما بعطيك أن روح خذ مشاريع وهذه شقق عندي، لا، أنا راح أعرض عليك مكتب فيه صفتين مهمات. الصفة الأولى الخبرة، عندهم خبرة يعني ما يقارب 10 سنوات. الصفة الثانية الأمانة. هذه الصفتين موجودة في هذا المكتب، وراح يفيدك في أي نوع من أنواع الاستشارات العقارية، وراح أوضح لك بعض الأشياء. أنا بعطيك بعض الأشياء عن هذا المكتب وأنت تحكم. أول شيء، عنده 29 موظف من ضمنهم موظفين مواطنين. سنة 2018 أحرز المركز التاسع في مستوى في شركة الدار على مستوى المبيعات. سنة 2019 وصل للمركز السابع، سنة 2020 وصل للمركز الرابع، والحين يمكن ياخذ الأول إن شاء الله. شو خدمات المكتب؟ أول شيء هذا الترتيب شو ينفعك أو شو يفيدك؟ يفيدك أن هذا المكتب جالس يتطور وزباينه يزيدون. شو خدماته؟ شراء وبيع وتأجير وإدارة العقارات. هذه في عندهم شغلة جميلة جدا، يعني في ناس أي مكتب عقاري يدخل عليه شخص يبون يبيعون له، هذول لا، يقيمون وضعه المادي، هل يصلح أنه يشتري ويدخل في العقار ولا ينصحونه أنه يوقف. الأمانة في هذا الموضوع مهمة جدا. أنا هذا أكثر شيء عجبني فيهم صراحة مع الخبرة.